عندي باب أمامي، باب أمامي يفتح، فإذا بابن عمي ذلك القريب الذي أتيت لزيارته يخرج عاريا كما خلقه الله، يمسك بيدي قارورة الخمر كانت بالداخل زانية داعرة يزني بها، خرج ترنح، فلما رآني عرفني فسبني سبا قبيحا، يقول انت ورائي من السعودية لأن هنا انت ورائي ورائي. يقول ثم دخل إلى دورة المياه وأغلق الباب، يقول أنا بغيت أنصرف، قلت أنتظر حتى يخرج ثم أنصرف. يقول فأنتظر ربع ساعة نصف ساعة، قاربت على الساعة فلان ما خرج، طرقنا الباب ما رد، حاولنا فتح الباب، الباب مغلق من الداخل، كسرنا الباب. يقول فرأيت منظرا لا أنساه ولن أنسى إلى أن أموت. يقول رأيت ابن عمي جالس على مقعدته في باني الابتسام، قد مدد قدميه، قد سقط رأسه على صدره، يمسك قارورة الخمر بشدة تكاد تنكسر في يده، يقول قد سقط رأسه على صدره، دماء قذارات تنزف من أنفه ومن فمه، قد فارق الحياة، ميت، ميت على زنا، على خنا، على سكر، على عهر، وأين؟ في مكان النجاسة. أسألكم بالله، هل كان يعلم أنه سوف يموت؟ ولو كان يعلم أنه سوف يموت ماذا كان سوف يفعل؟ أقرب طيارة إلى الحرم، إلى مكة، ثم يقضي سجدة لا يرفع رأسه حتى تقبض تلك الروح. نعم، إنه الموت، الموت إذا أتى فيأتي بالاستئذان، يأتي بالاستئذان، فإذا جاء أجلهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يتأخر، لا يتأجل، أين تفر؟ أين تبتعد؟ أمامك ملاقيك، خلفك ملاقيك، يمين ملاقيك، شمال ملاقيك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.